السلام عليكم طلاب، إن شاء الله اليوم نشرح الجرعة شلون نحسبها حسب الوزن، حسب العمر، حسب المساحة السطحية للجسم، وشنو هي العوامل اللي تأثر بالجرعة اللي تخليني أعطيها أكثر أو تخليني أعطيها أقل وأقللها. أول شيء شنو هي الأجول أدولتز؟ هي الكمية اللي تنتج لي الفعل الدوائي اللي أريده بالشخص البالغ، يعني مو كمية كلش قليلة وما تفيدني ولا كمية كلش زايدة وتأذي المريض. البيدياتريك داز هي الكمية اللي تنتج للميديسينال افكت الفعل الدوائي اللي انا اريده بالانفانت او تشايلد بيشنت اللي اريده هنا أنا بالطفل. التشايلد هم اللي عمرهم فوق السنة، الانفانت هم اللي يكونون اقل من سنة. زين، شنو هو اليوجوال دوزج رانج؟ اكو مدى معين من الجرعة، كوانتيتيف رانج، مدى كمي للدواء حسب جايد لاين معين لكل دواء باليوجوال ميديسينال براكتيك بشغلنا بتطبيقنا الدوائي حسب جايد لاين. اكو رانج معين من الدواء نلتزم به، هو هذا اليوجوال دوزج رانج. زين، شنو هي العوامل اللي تحدد لي الجرعه؟ اول عامل هو البايوكيميكال اند الفارماكولوجيك اكتيفيتي، الفعاليه الدوائيه والبايوكيميائيه للدواء. فاذا كان الدواء فعاليته الدوائيه عاليه، هنا أنا مجرد جرعه بسيطه كلش كافيه حتى تعطيني مفعول. ثاني شيء الفيزيكال اند الكيميكال بروبرتيز، الخواص الفيزيائيه والكيميائيه للدواء، لان كل دواء حسب خواصه راح يصير له نسبه انتشار معينه، نسبه امتصاص معينه، نسبه ذوبانيه معينه بداخل اجسامنا. ثالث شيء دوزج فورم يوز الجرعه، اكيد جرعه الحبايه والشراب والابر راح يكون بيناتهم اختلاف. رابع شيء هو روت اوف ادمنستريشن، شلون اني انطي، اطي على شكل حقنه لو اطي اورالي مثلا، الحقن ها قبل راح تروح المجرى الدم بجرعتها الكامله ويكون مفعولها اسرع، بينما التابلت اللي اني انطيها على ما تذوب وعلى ما تمتص حتى ما راح توصل كلها، فهالشيء هم راح ياثر لي بالجرعه. خامس شيء هي عوامل مرتبطه بالمريض، مثلا عمر المريض، الايج مثلا، اكيد الاطفال اني ما اعطيهم جرعه مثل اللي اعطيها الكبار السن. ثاني شيء الوزن، اللي عندهم وزن زائد اكيد الجرعه مالتهم حتكون مختلفه. المساحه السطحيه للجسم البادي سيرفيس اريا، الجنرال فيزيكال هيلث، اكيد اذا عنده امراض معينه راح تاثر على الجرعه. مثلا بالنقطه الخامسه الليفر اند الكيدني فانكشن، اللي عندهم مرض بالكبد مالتهم او بالكليه، هاي الاماكن هي اللي تتخلص لي من الدواء. فاذا كانت الجرعه اللي اني ناضيتها عالية والكلية اصلا ما قاعد تتخلص لي من الدواء، راح يتراكم الدواء باجسامنا وراح يسبب لي توكسيك افكت، تأثير السام واثار السلبية، فاكيد صحة الكلية كلش مهمة هنا. كذلك شدة المرض السيفيريتي اوف الالنس بينج تريتد، اللي انا يعني قاعدة اعالجه، اذا كان المرض قوي اكيد يحتاج جرعة عالية. زين، من هم النيونيت النيو بورن؟ هم اللي يجون من الولادة لحد عمر شهر، هذول اسميهم حديثي الولادة. هذول الكلية مالتهم والرينال والليفر فانكشن اندر ديفلوبد، ما متطورة بشكل كافي، لذلك هم معرضين للدراج اكيوميوليشن، تراكم الدواء اند الاوفر دوز. من هم الانفات؟ هم اللي يتراحون بين عمر الشهر الى عمر السنة، اللي يكونون الرضع. الايرلي تشايلد هود من عمر سنة الى 5 سنين، بينما الليت من 6 الى 12، والبالغين الادولسنت ثم من 13 الى 17 سنة. هذول اسميهم بيدياتريك، من البيرت لحد الادولسن ثم البيدياتريك الاطفال. نجي هسه على من الجيرياتريك بيشنت اللي هم كبار السن. هنا أنا الاحظ انه اكو هاير يوز اوف الفارماكولوجيكالي اكتف سبستانس، يعني استخدام اعلى للمواد الفعاله دوائيا الفارماكوثيرابي ان ذا تريتمنت اوف ديزيز بالاردرلي، في علاج الامراض في كبار السن. شو طبيعي كبار السن يكونون امراضهم اكثر، استخدام الادويه بهم بنسبه اعلى مقارنه باذر ايج جروب وباقي الاعمار. واكو حالات تكون جدا شائعه بالاردرلي، سم كونديشن ار بارتيكولاري كومن. شنو هي الحالات اللي تكون كومن شائعه؟ الديجنريتيف اوستيو ارثرايتس، التهاب العظام، هنا الغضروف اللي موجود بين العظام راح يتاكل بسبب كبار السن، بسبب زيادة الوزن، فهذا مرض شائع أكثر شيء بكبار السن. ثاني حالة هي الكونجستيف هارت فيلر، هنا فشل القلب الاحتقاني، القلب قاعد يفشل بضخ الدم بشكل صحيح، راح يصير احتقان للسوائل بالقلب. ثالث شيء الفينوس والارتيريال انسفشنسي، عدم كفاءة الأوردة والشرايين، دم قاعد يتدفق بهن بشكل صحيح. الستروك، السكتة الدماغية، اليوريناري انكونتيننس، السلس البولي، البروستاتيك كارسينوما هو سرطان البروستات، ايضا شائع بكبار السن. الباركنسونس، هذول اللي عندهم رعشة بايدهم، والزهايمر ديزيز، هاي امراض وين شائعة بكبار السن. وماني اردرلي بيشنت هاف كو اكسيستينج باثولوجيز، يعني كبار السن عندهم اكثر من مرض مو مرض واحد، وبهالحالة راح يحتاجون شنو، مالتيبل دراج ثيرابيز، ادوية هواي.
وهيجي راح تزيد احتمالية الدراج انتراكشن، تداخلات الدوائية. كل ما زادت الأدوية راح تزيد فرص التداخل بيناتهم، وبالتالي وكذلك راح تزيد الادفيرس دراج افكت. كل دواء راح يعطيني آثار جانبية، كل دواء راح يعطيني آثار جانبية، والأدوية قاعد داخل المريض يبدي يتأذى، وبالتالي راح يقل عندي البيشنت كومبلينس. المريض بعد يضوج ما ياخذ الأدوية، يقل امتثاله لهذا الدواء. هواي أمراض وهواي أدوية وهواي آثار جانبية فيعوفهم، خصوصا انه كبار السن عندهم ديبريشن، اكتئاب، واباثي لا مبالاه انه يحموت، وفاقدين هواي ناس. كذلك الايكونوميك ريزن، اسباب اقتصاديه تخليه not able to afford the prescribed medication، ما يتحمل تكاليف مثلا هاي الادويه اللي ياخذها، اصلا ما راح يمتثل لها او ياخذها. زين، نفس الشيء الـ age related physiologic function، الوظيفة الفيزيولوجية مرتبطة بالعمر. يعني لحد عمر الثلاثين تمام، بعد عمر الثلاثين تبدي تقل الـ physiologic capacity والـ function، وظائف الجسم يعني يبدي شوية شوية تقل. وكل ما تقدمنا بالعمر شو تكون؟ تكون more profound. يعني كل ما تقدمنا بالعمر تقل أكثر الـ physiologic capacity، خصوصا الكيدني فانكشن، وظيفة الكلية. وهذا ماجيا كونسيدريشن، أهم شيء أخذه بنظر الاعتبار بالدراج دازنج بجرعة الدواء في كبار السن. ليش؟ لأن تقل وظيفة الكلية رينال فانكشن كل ما تقدمنا بالعمر، وهيك راح يقل عندي الدراج إليمينيشن، التخلص من الدواء. مثلا تدفق الدم للكلية يقل بنسبة 1% بكل سنة بعد عمر الثلاثين. يعني إذا بنسبة 1 لكل سنة بعد 30 سنة، إيش قد قال نسبته من يصير عمر الشخص 60 سنة، يعني بعد مرور 30 سنة تقل نسبته بنسبة 30%، من يوصل لل70 سنة قال له بنسبة 40%. وبما أنه رينال بلاد فلو قل، الكيدني فانكشن وظيفة الكلية راح تقل، وبالتالي ما راح تخلصني من الدواء، الدواء راح يتراكم، فراح يزيد التوكسيك دراج ليفل إن ذا بادي، المستوى السام للدواء، وراح تزيد الادفيرس دراج افكت. لذلك الدراج دازنج جرعة الدواء بالارديليزيشن بكبار السن شو تكون؟ تكون اقل مما اني انطيها بالادول داز جرعة البالغين. ودائما فريكوينت نيد تو دازج ادجستمنت، دائما احتاج اضبط الجرعة مال دواء او ميديكيشن تشينج، او ممكن اغير الدواء. ليش اضبط الجرعه واغيرها؟ ممكن انطتني ادفيرس افكت، تاثيرات سلبيه ضرت المريض، او ممكن انساتسفاكتوري ثيرابيوتيك اوتكم، المفعول الدوائي ما انطتني المفعول اللي اني اريده، ما فادت المريض، اما اذته او ما فادته، فهنا اما اغير الجرعه او اغير الدواء. زين، هنا الدوزج فورم ابليكابل، شنو هي الجرعة اللي اعطيها اكثر شيء للاطفال وكبار السن؟ طبعا هي بشكل عام الصلد دوزج فورم، الجرعة اللي تكون صلبة مثل الحبوب بالكبسول، هي المفضلة. لكن تكون ديفيكالت، صعبة او امبوسيبل، مستحيل انه ياخذوها البيدياتريك والجرياتيك. مثلا طفل عمره كم يوم، معقولة انه انا اجي اعطيه حباية يبلعها؟ اكيد راح ما يقدر يبلعها ويختنق بيها. نفس الشيء لكبار السن. لذلك بهاي الحالة الليكويد فورم أنا بريفيرد، أفضل شنو؟ أفضل يعني الأدوية تكون على شكل سوائل مثل الأورال سوليوشن، المحاليل اللي تنوخذ عن طريق الفم، الشرابات، السسبنشن المعلق، هذا الطوز اللي يحلوه، أنت الدروب، القطرات. زين، شنو فوائد هاي الليكويد فورم، السوائل اللي جاي أعطيها للأطفال والكبار السن؟ أول شيء بسهولة أعطيها، إياس أوف أدمينستريشن. ثاني شيء جرعة بسهولة أضبطها، يعني الحباية إذا أرد أقلل جرعتها وأزودها لازم تعكسريها، وأكيد ما راح أقدر أكسرها، لأن أكو دواء إذا تكسرت يروح مفعولها الدوائي، بينما إلا شانسة الأقللها وأزودها بكيفي بسهولة، كان بي أجستد أضبطه باي تشينجينج، من خلال تغيير الفاليوم أوف ليكويد أدمنسترد، حجم السائل اللي أنا جاي أعطيه. When necessary، عند الضرورة، liquid form of medication administered by oral feeding tube، يعني بالحالات الضرورية كلش ممكن هاي الأدوية أعطيها. شلون؟ من خلال إنبوب، هذا عبارة عن إنبوب يدخل من الفم للمعدة، ممكن إنه من خلاله يعطون دواء إذا حالة كلش خطرة وضرورية. أكو صيغة له غير الليكويد، هي chewable tablet، هاي يعني تنمضغ،
مثلا اكو على شكل سالاد جيل فورم اما جل، او هي حباية تنمضغ. هاي تستنقريت تتفتت اور ديسولف ان ذا ماوث، تذوب بالفم. هاي هم راح تفيد انه للاطفال والكبار السن، لان ما اكو ضرورة انه يبلعوها، لا يمضغوها عادي مثل الاكل. احيانا اكو حب ممكن انه عادي نقسمه او نسحقه ونطيه ما ياثر، بس اكو ادويه لا، اكو ادويه ما يصير. فهنا أنا يقول يلجؤوها اوبشن للانديفيدوال، للافراد ان ايبل اور ان ويلينج، غير قادرين او ما يرغبون، تو سولو ذا وول تابلت، يبلعون الحبايه بالكامل. اذا انا اريد سيستميك افكت، مفعول الجسم كله، هنا أنا الانجكشن الحقنه راح تروح بالدم وتسري وتعطي مفعولها. It does or strengthens the preparation adjusted to meet the requirement of individual patient، يعني بجرعة أضبطها حسب اللي أنا أريده للفرد المريض. زين، نجي شلون أحسب الجرعة بالاعتماد على العمر. حساب جرعة الأطفال، هنا أنا أستعين بعمر الطفل والجرعة اللي أعطيها للشخص البالغ أعوضها بقانون وأطلعها. طبعا هاي مو very accurate، مو دقيقة جدا ومو بجنرال يوز، يعني مو استخدامها كل شائع. حسب قواعد هنا أنا أكو عندي، أول شيء عندي young rule based on age، هنا أنا العمر على العمر زائد 12 هي الـ adult does، أطلع المن الـ does للchild، الجرعة للطفل. ثاني قاعدة هي الكولون جرول، حتى أطلع does for child، أضرب جرعة الشخص البالغ بالعمر، بس وين؟ in the next birthday، بعيد ميلاده الجاي، والعمر هنا أنا بالسنوات، وأقسمه على 24. ثالث شيء عندي الفريدز رول، هاي خاصة المن للإنفانت اللي عمرهم أقل من شهر، لازم أنتبه. وبالقاعدة هنا أنا العمر بالأشهر طبعا، لأن ما أنفانت، العمر بالأشهر في الأدول دوز على 150. وآخر شيء عندي الكلارك رول بيست أون ويت، هنا أنا الوزن بالباوند، انتبه هنا أنا الوزن مو بالكيلوغرام، إذا أنا أعطيني إياه بالكيلوغرام لازم أحوله للباوند، وبعد شوي أشرح لكم شلون تحاولون. في جرعة الشخص البالغ على 150 في الأفرج ويت أو في الأدولت إن باوند. زين، نجي هسه على الجرعة بالاعتماد على اليمن على العمر. اكو ادوية كلش قوية كلش خاطرة، مثلا اي زيادة بجرعة هاي دواء تسبب الموت، مثل دواء شنو؟ الديجوكسين، اللي ذاكري لكم جرعة بالجدول بالمايكروغرام لكل كيلوغرام حسب كل عمر الى جرعة معينة. هنا أنا من ارض اطي الطفل لازم اعتمد على وزنه وعلى عمره، ما اكتفي بالعمر فقط، لا حسب الوزن والعمر. زين، هنا أنا مسألة قال لكم over the counter يعني OTC، يعني دواء ينصرف بدون وصفة طبية، كاف ريميدي دواء للقحة، يحتوي ديكستروميثورفان بجرعة 120 ملي غرام الكل 60 ملي لتر. هاي مكتوبة على اليمن على علبة الشراب، انه جرعة بكل 600 ملي لتر اكو 120 ملي غرام. حسب الليبل المكتوب يقول لك يا باخذ نسخة شوكة فور تشايلد، الطفل عمره 6 سنين. زين، يقول لك يعني كم ملي غرام انت جاي تطي. زين، هسه هاي التي سبون فول لازم تعرفون انه نص خاشوقة تعادل 7.5 ملي لتر، الخاشوقة الكاملة 15 ملي لتر، نص خاشوقة 7.5، هاي احطها ببالي مهمة. اجي يعني بما انه انا جاي اطي واحد، العفو النص خاشوقة هاي تي سبون فول مو تيبل، التي سبون فول النص هي 2.5، بينما الخاشوقة الكاملة هي 5 ملي لتر. فهنا أنا من جاي أطي 1.5، يعني جاي أطي 7.5 ملي لتر، لأن هاي تي سبون فول. زين، أنا جاي أطي خاشوقة ونص، يعني جاي أطي 7.5 ملي لتر. هو ما يريد مني كم ملي لتر، يريد من عندي كم ملي غرام. هنا أسوي نسبة وتناسب، أقول إذا أكو 120 ملي غرام بستين ملي لتر، كم ملي غرام بهذا 7.5 ملي لتر، وأضرب وسطين بطرفين. تقدرون تكتبوها بغير الصيغة المكتوبة هنا، هي مجرد أقول إنه أكو 120 ملي غرام مقابلها 60 ملي لتر، كم ملي غرام بال7.5 ملي لتر، وأضرب وسطين بطرفين وأقسم على معامل X، راح يطلع لي عدد الملي غرامات من ديكستروميثورفان. مسألة لخ
احسب الدازجرانج مدى جرعة للديجوكسين. الطفل شقد عمره؟ 20 شهر ووزنه 6.5. وهنا أنا أول شيء أريد أستعين بالجدول، أجي أشوف الجدول إيش ناطيني بي، ناطيني بي لكل عمر إلى مدى جرعة معينة. أنا عمر الطفل شقد؟ 20. أجي أباوع على عمر 20 شقد الجرعة مالته. هنا أنا الجرعة من 30 إلى 50 اللي أعمارهم بين شهر إلى 24 شهر. إذا هذا أعطيه من 30 إلى 50 مايكروغرام للكيلوغرام الواحد. بس لحظة، هذا مو وزنه كيلو، هذا وزنه 6.8 كيلوغرام. فهنا هم نسبة وتناسب، بالأول أعوض الـ30، النوب أعوض الـ50 حتى أطلع رانج. أقول يا أبا إذا هي 30 مايكروغرام للكيلوغرام الواحد، إذا كم مايكروغرام إذا كان وزنه 6.8 كيلوغرام؟ وأضرب بسطين بطرفين أطلع عدد المايكروغرامات، والنوب أجي على 50. هم أقول إذا 50 مايكروغرام للكيلوغرام الواحد، كم مايكروغرام للستة بوينت ثمانية؟ وهم أضرب بسطين بطرفين وأحصل، هسه حصلت على اليمن على الدزرانج مدى جرعة من 204 إلى 340 مايكروغرام. نجي هسه على اليمن بالاعتماد على الوزن، شلون احسب الجرعه بالاعتماد على الوزن؟ الدس كالكيوليشن بيست اون بودي ويت هاف بيكم ستاندرد فور سيرتين دراج دازنج بوث ادولت اند بيدياتريك بيشنت. يعني هنا حساب الجرعه بالاعتماد على وزن الجسم هو القياسي واللي غالبا يمشون عليه، اخذ وزن الشخص ومن وزنه احسب له الجرعه، لان وزن الشخص وحجم الجسم ياثر في تركيز الدواء في سوائل الجسم اند ات سايت اوف اكشن، المكان اللي يشتغل بيه هذا الدواء. زين، شنو هو القانون اللي من خلاله احسب الجرعة بالاعتماد على الوزن؟ هنا الجرعة تساوي للوزن مضروب بالجرعة بالمليغرام مقسومة على اليمن على الكيلوغرام. هنا حتى اطلع جرعة المريض اضرب جرعة الدواء في وزن المريض. هنا بي اتنشن تو يونت كونفرجن، لازم ننتبه الى تحويل الوحدات، الوحدات لازم تكون متساوية. يعني ما معقولة هنا احط وزن المريض بالباوند وبالمقام احطه بالكيلوغرام. هنا تيبل يوضح لي، هذا التيبل ما يحتاج تحفظه، هي مجرد تحويلات انا راح اعلمكم عليها، مجرد نسبة وتناسب. ويطلع مثلا هنا 40 كيلوغرام يساوي 88 باوند. شلون عرف؟ كل كيلوغرام هو 2.2 باوند، فإذا 40 كيلوغرام كم باوند؟ نسبة وتناسب، يصير 40 في 2.2 يطلع لي 88 باوند. زين، إذا نص مليغرام للكيلوغرام الواحد، هذا 40 كيلو، كم مليغرام؟ هم نسبة وتناسب ويطلعوا هكذا بقية الجدول. نبدأ هسه بهاي المسألة. هنا جرعة الكلورام بيوسيل هي 150 مايكروغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. كم مليغرام أنطي لشخص وزنه 154 باوند؟ أول شيء أثبت المعطيات يمي، ناطيني جرعة وناطيني وزن، ويريد من عندي جرعة المريض. يعني مبين هذا السؤال يقول لي احسب جرعة المريض من وزن الشخص، أنزل القانون أكتبه، بس راح اباوع هنا وزن المريض بالباوند، وبالقانون بالمقام عندي 1 كيلوغرام، فاني هنا بين خيارين، اما هاي الواحد كيلوغرام احولها الى باوند مات القانون، او احول 154 باوند الى كيلوغرام. اهم شيء اساوي الوحدات. شيلاخ الجرعة ناطيني اياها بالمايكروغرام، الجرعة اني اريد ان اريد جرعة المريض بالمليغرام، فلازم تتحول هاي المايكروغرام الى مليغرام. شلون احول المايكروغرام الى مليغرام؟ قاعدة ثابتة، حتى احول المايكروغرام الى مليغرام اقسم على الف، يعني اضرب في 10.3، فهاي 150 من اقسمها على الف يطلع لي 0.15 مليغرام. حولنا النوب اجي على هالكيلوغرام بالقانون، هو مختار يحول الكيلو، محولها يعني الكيلوغرام هي بيها 2.2 باوند. ابدي اعوض وزن المريض هذا ويا موجود 154، الجرعة حولناها للمليغرامات لان انا اريد النتيجة تطلع بالمليغرامات، فاحول الجرعة للمليغرام.
واحد كيلوغرام حوالي 3.2 باوند. اختصر الوحدات واضرب واقسم تطلع لي النتيجة 10.5 ملي غرام. هاي حسب المعادلة. اكو طريقة للحل ايابة، اكو طريقة النسبة والتناسب. بعد ما حولت هسه هي 150 مايكروغرام لكل كيلوغرام، من حولتها شو تصير؟ صير 0.15 ملي غرام الكل 2.2 باوند، نفسه بس محولته. زين، اذا انا عندي 0.15 ملي غرام الكل 2.2 باوند، اذا هذا 154 باوند كم ملي غرام بيه؟ واضرب وسطين بطرفين واطلع النتيجة، مجرد نسبة وتناسب بس بعد التحويل، لان الوحدات لازم تساوي، يعني ما اقدر اسوي نسبة وتناسب وهذا كيلو وهذا باوند. لذلك حولت الكيلوغرام الى الباوند، وحولت المايكروغرام الى ملي غرام، لان انا اريد النتيجة بالملي غرام. الطريقة الثالثة معوض ومحول بنفس الوقت. اول شيء شو مسوي؟ انا عندي الجرعة بالملي غرام على كيلوغرام، كاتبها هنا بالمايكروغرام 150 على 1 كيلوغرام. زين، يعني ما اريدها بالمايكروغرام، فمحولها بنفس الوقت ضاربها في 1/1، لان احنا قلنا شو نسوي؟ نقسم على 1000. زين، النوب اجي على اليمن على البيشنت ويت، وزن الشخص 154 باوند، يعني ما اريدها باوند، اريد احولها. فمعوض ومحول بنفس الوقت ضاربها في 1/2.2 باوند، لان الكيلوغرام الواحد ب 2.2 باوند. يعني نفس الشيء، بس هنا هناك حول بعدين عوض، هنا حول وعوض بنفس الوقت ومطلع الجرعه. زين، مساله الاخ هنا جرعه السلفاسوكسازول للانفانت اللي عمره شهرين من 60 إلى 75، هذا رانج نعوضن اثنينات، المره 60 مره 75 ملي غرام لكل كيلوغرام. زين، هاي الكيلوغرام الواحد اذا كان وزنه 44 باوند ايش قد؟ اول شيء اباوع منا باوند منا كيلوغرام، لازم احول وحده بيهم. فهنا انا شو مسوي؟ جاي محول ال 44 باوند الى كيلوغرام. شلون محول؟ قايل يا بالكيلوغرام هو 2.2 باوند، اذا انا عندي 44 باوند بكم كيلوغرام؟ نقسم وسطين بطرفين، صاير تقسيم 44 على 2.2، طالع لي 20 كيلوغرام. زين، اذا انا عندي هسه 75 ملي غرام للكيلوغرام الواحد من 60 إلى 75، اول شي خلينا نعوض الستين. اذا عندي 60 ملي غرام لكيلوغرام واحد، اذا هذا 20 كيلوغرام كم ملي غرام بيهم؟ وسطين بطرفين واحط اكس واقسم على معاملة تطلع لي 1200 ملي غرام. النوب نجي على اليمن على 75، 75 ملي غرام بالكيلوغرام الواحد، هذا 20 كيلو، كم ملي غرام دي؟ وسطين بطرفين وتطلع النتيجة. طبعا هو لان كيلوغرام واحد صاير معامل الاكس المجهول هو واحد، يعني ماكو شيء اقسمه على معامل اكس، فمجرد صار عملية ضرب. انتم من توضحوها تكتبوها قدامكم بدفتر راح تصير اسهل مما شرح شفهي. فهنا 60 ملي غرام بكيلو واحد، كم ملي غرام اذا 20 كيلو؟ تنضرب العشرين في الستين يطلع الناتج، فيطلع لي الرانج من 1200 إلى 1500. يجي هنا يقول لي استعين بهذا التيبل، الجرعة هنا شقد؟ نص ملي غرام لكل كيلو غرام. كم 20 ملي غرام كبسولة؟ شنو قصده ب20 ملي غرام كبسولة؟ يعني كبسولة ام العشرين ملي غرام لازم تطيها المريض وزنه 176 باوند، وهنا الدزج رجمن، يعني لازم لمدة 15 اسبوع تطي هاي الكبسولة ام العشرين. اول شي خلينا نشوف التيبل ايش بيه. تيبل ناطيني الوزن وناطيني الجرعة، قايل لك يابا اذا هذا الشخص وزنه 176 باوند يعني جرعته 40 ملي غرام. زين لحظة، هاي الكبسولة بس 20 ملي غرام، يعني هذا لازم انطيه 40. شلون؟ يعني انطيه كبسولتين باليوم. زين، هو شي يريد من عندي؟ يريد من عندي كم كبسولة؟ يابا احنا ننطي كبسولتين باليوم،
وبما انه 15 اسبوع، هذا اني احول 15 اسبوع الى ايام، اضربها في 7 ايام. النوب اضربها في عدد الكبسولة، كبسولتين لكل يوم، راح يطلع العدد الكلي للكبسولات اللي جاي اعطيها ب15 اسبوع هي 210 كبسولات. زين، نجي هسه على اليمن. شلون احسب الجرعة بالاعتماد على البادي سيرفيس ايريا؟ هاي الميثود، هاي الطريقة استخدمها اول شي بالكانسر بيشنت، مرضى السرطان اللي ياخذون علاج كيميائي، وبالبيدياتريك بيشنت، هم الاطفال، باستثناء هذول اللي يكونون نيونيتس، اللي يكونون حديثي الولادة، هذول جرعتهم بالعادة اعتمد بيها على الوزن وعلى العمر. زين، جرعة المريض هنا حسب قانون البادي سيرفيس ايريا تساوي البيشنت بادي سيرفيس ايريا مقسومة على 1.73 مضروبة بالدراج دوز، جرعة الدواء بيما بالمليغرام. زين، هنا مسألة حتى نطبق ونفهم هذا القانون شلون اطبق. يقول لي يابا جرعة الشخص البالغ هي 100 مليغرام، احسب الجرعة للطفل. يعني هنا انا راح احسب جرعة الطفل بالاستعانة بيمن بجرعة الشخص البالغ وبالاستعانة بالجدول. بادي سيرفيس ايريا مالته 0.83 بالبداية باستخدام اكيويشن معادلة، والنوب بعدين باستخدام الجدول. اول شي نبدي بالمعادلة، شنو القانون اللي بي بادي سيرفيس ايريا؟ هذا ويا القانون نكتبه. نبدي نعوض البيشنت بادي سيرفيس ايريا، ناطيني اياها 0.83 جاهزة وبالمتر تربيع والوحدة مضبوطة. دراج داز موجودة ناطيني اياها 100 مليغرام، المعطيات كلها موجودة، اعوض واحسب. طلعت لي النتيجة 47.9، قربناها المن لل 48 مليغرام. زين، نجي هسه الطريقة الثانية شنو؟ حسب الجدول، اجي ابوع على الجدول. هنا الوزن والسيرفيس ايريا، السيرفيس ايريا اللي ناطينيها للطفل 0.83 تقابل بيرسنتيج نسبتها اوف الادولتز، يعني هاي الارقام اللي بالاخير كلها نسبة مئوية، يعني هاي 48%، 36%. فهذا الشخص الطفل اللي البادي سيرفيس ايريا مالته 0.83 جرعته مقارنة بجرعة الشخص البالغ هي 48% من جرعة الشخص البالغ. ايش قد انا هنا عندي جرعة الادولت داز 100 مليغرام، فالطفل 48% لهاي 100 مليغرام، يعني 48% معناها 48/100. دائما اي شيء بالمية معناه على 100، وثمانية واربعين على 100 يعني 0.048. اضربها بالمية اللي هي جرعة البالغ، يطلع لي 48 مليغرام داز فور تشايلد، جرعة الطفل. هنا أنا بالبي حسب التايبل البادي سيرفيس ايريا اذا كانت 0.83 فهي تمثل 48% من الأفرج أدولت، من معدل جرعة الشخص البالغ، وبالتالي Child does هي 48% من Usual Adult does، يعني 48% مضروبة بجرعة الشخص البالغ، ونضرب ونطلع النتيجة. زين، نجي هنا على هذا التايبل وعليه مسألة. هنا يقول بالاعتماد على هذا التايبل الجرعة الهايبوثيتيكال دراج، دواء نظري ما نذكر اسمه، مجرد دواء at dose level، بمستوى جرعة احنا شقد ننطي 300 مليغرام لكل متر تربيع، بس هذا شقد؟ هذا 0.25 متر تربيع. يريد هنا بالاستعانة بالجدول مو بالمسألة، اجي اروح اشوف اذا كانت البادي سيرفيس ايريا 1.25 اباوع النوب على معدل الجرعة مال 300، مو اروح لل 350 لو 400 لو 250، لا اروح لل 300 لان بالسؤال محدد لي 300، راح القي الطو 375 مليغرام، فالجواب هو 375 مليغرام. بس هذا المن 375 مليغرام للمتر تربيع الواحد، هذا 1.25 متر تربيع، مو متر تربيع واحد. فهنا انا لازم ننتبه، مو اعطي 375 وهاي هي خلصت الحل، لا، هاي 375 للمتر تربيع الواحد والطفل 0.25، فهم ماتية من نسبة وتناسب.
يابا إذا 300 ملي غرام للمتر تربيع الواحد، إذا هذا 1.25 متر تربيع هم وسطين بطرفين تطلع النتيجة 1.25 في 300 يطلع لي 375 ملي غرام الجرعة. نجي على استخدام النوموغرام لتخمين البادي سيرفيس إيريا. النوموغرام هو هذا المخطط اللي جاي يشوفه قدامكم، هو هذا نوموغرام، هو عبارة عن دايجرام يحدد العلاقة بين متغيرات ثلاثة: المساحة السطحية للجسم، الويت الوزن، والهاي الطول. We have separate economogram للشلدرن للأطفال وأكونومغرام للأدلت. زين، شلون أحسب البادي سيرفيس إيريا بالاستعانة بالوزن والطول؟ هنا أكو قانون، البادي سيرفيس إيريا يساوي الجذر التربيعي، الاتش تي هي اختصار للهايت، والدبليو تي هي اختصار للويت. اضربهن، انتبه هنا بالسنتيم وبالكيلوغرام وبالمتر، اقسمهن على 3600 تطلع على البادي سيرفيس. يلا العد بالنوموغرام شلون؟ هنا مثلا اذا الطفل وزنه 15 كيلو وطوله 100 سنتيم وطالب من عندي البادي سيرفيس ايريا مالته، مجرد اني راح اجر خط، اجي على الخط مالت الهاي الطول، اروح على المية، هاي وياها المية جار من عندها خط، وين اوصل الخط؟ اوصله للوزن اللي هو 15 كيلو، نشوف انه جار الخط من المية اللي هو طوله الى 15 اللي هو وزنه. النقطة اللي راح يخترق بيها البادي سيرفيس ايريا هي هاي المساحة السطحية الجسم. هنا اخترق يا نقطة، اخترق البوينت 0.64، فهاي 0.64 هي البادي سيرفيس ايريا لهذا الطفل. زين، نجي هنا الجرعة حسب الحالة الطبية اللي انا قاعد اعالجها. العديد من الادوية for many drugs we need to adjust the dose based on condition، يعني احتاج اضبط الجرعة حسب حالة المريض اللي انا being treated اللي جاي اعالجه. مثلا الانتيبايوتيك، الانتيبايوتيك يعني تعالج التهابات مختلفة، وكل التهاب لازم إلى جرعة معينة، مو كل الالتهابات بجرعة مختلفة. فهنا أنا لازم أكو دوزنج تايبل، جدول جرعة يقول تلقاه بالليفلت، هاي الورقة اللي موجودة ويا الدواء. الفارماسيست الصيدلاني لازم يتأكد إنه جرعة كوركت صحيحة ومضبوطة حسب الحالة اللي أنا جاء أعالجها. نجي حسب هذا التايبل، هنا أنا يوضح لي كل حالة مرضية وكم مرة أنطيها العلاج وشنو هو طريق إعطاء العلاج وش قد جرعة هذا العلاج. مثلا اليورينري تراكت انفكشن، التهاب المجاري البولية، يطول 250 ملي غرام عضلي أو وريدي، كيو 12 اتش، معناه كل 12 ساعة، اليوم 24 ساعة، فإذا كل 12 ساعة يعني ايش قد؟ يعني مرتين باليوم. إذا كل 8 ساعات يعني 3 مرات باليوم. إذا كل 6 ساعات يعني 4 مرات باليوم. إنه بذاكر لي البوينت اند جوينت انفكشن، يعني الالتهابات اللي تصير بالعظام وبالمفاصل ايش قد جرعتها، هاي اي في او اي ام يعني عضلي، الاي في الاي ام عضلي والاي في وريدي. اذا نيومونيا، الالتهاب الرئوي، المنالد سكن انفكشن، الالتهابات اللي تصير بالجلد، اللايف ثريتنينج انفكشن اللي عندهم عدوى تهدد الحياه، شوفوا هنا نعطيهم 2 غرام اعلى جرعه لان لايف ثريتنينج حياتهم مهدده. اذا عندهم لانج انفكشن، هاي جرعه بس بالشرط لازم نورمال كيدني فانكشن، الكليه مالتهم تشتغل طبيعي، لان اكيد اذا اكو خلل بالكلى الجرعه راح تكون اقل. النيونيت والانفانت، اكيد جرعه النيونيت اقل من شهر، تختلف عن جرعتهم فوق الشهر. نجي على مثال، اعتمد على التايبل هذا اللي هسه شرحنا عليه، احسب الاي في دراج الطفل وزنه 3 باوند اند 3 اونس نيونت. اول شيء احول وزنه للكيلوغرام حتى نفتهم الوضعيه. حتى احول الباوند الى اونس لازم اضربه في 454، قاعده ثابته، مو تقولون هاي 454 منين اجت، هي الباوند الوحده بيها 454 غرام، الاونس بيها 28.35 غرام، ضربتهم وحولتهم و 3 باوند و 3 اونسات، فاجمع ناتج تحويل الباوندات ويا ناتج تحويل الاونسات حتى اطلع وزنه، طلع وزنه 1447 غرام. اذا اريد احول من الغرام للكيلوغرام، من الصغير الى الكبير، اقسم على ايش قد؟ اقسم على 1000. هسه حصلنا وزنه وين؟
بالكيلوغرام. انتبهوا هنا الجرعة IV والطفل شي يكون نيونيت. اجي على الجدول اباوع على النيونيت، ايش قد يطوا جرعة هنا النيونيت؟ جرعته 30 ملي غرام للكيلوغرام الواحد ومرتين باليوم، كل 12 ساعة يعني مرتين باليوم. اجي اسوي نسبة وتناسب. يابا اذا يعطون 30 ملي غرام للكيلوغرام الواحد، اذا هذا كيلو ونص ايش قاعد يطو؟ وسطين بطرفين، فراح تنضرب 30 في 1.5 او 1.447 يطلع ناتج 43.4 تعطى كل 12 ساعة. هنا اكو اشياء لازم اخذها بنظر الاعتبار في علاج السرطانات. الدواء ممكن يطى drug may be administered اما concomitantly يعني بالتزامن مع ادوية اخرى او alternately بالتبادل، يوم انطي هذا يوم انطي هذا on the same or different day بنفس الايام او بايام مختلفة حسب ال prescribed treatment cycle دورة العلاج، مثلا محددت لهم سايكل معين العلاج لمدة 28 يوم. ايام العلاج هنا أنا حسب فورمات قائمة خاصة وريتن انستركشن تعليمات مكتوبة. زين شنو الرموز اللي ممكن احتاجها ولازم افتهمها بهاي القائمة؟ اول شي عندنا دي معناها دي الايام، followed by days of treatment ايام العلاج خلال السايكل. هنا نبدأ عندي مجموعة ايام، اما يحطون داش والداش معناها تو، يعني اذا كتبوا لي واحد الى اربعة يعني معناها اربعة ايام من اليوم واحد الى يوم اربعة ان ينطي العلاج، بينما اذا حطوا فارزة هاي معناها انت يعني اليوم الاول واليوم الرابع، مو تجي انت وتطي اربعة ايام متواصلة، لا هنا الفارزة معناها انت معناها بس اليوم الاول واليوم الرابع، بينما الداش معناها تو يعني معناها من يوم واحد ويوم اثنين ويوم ثلاثة ويوم اربعة كلهم تطيهن. الأدوية اللي استخدمها بالكومبينيشن كيموثيرابي بالعلاج الكيميائي اللي يكون كومبينيشن خليط أكثر من العلاج، حسب ستاندرد دراج دوزج رجمن نظام معين للدواء وللجرع، ويعرفوه باختصارات يعني كل سرطان إلى علاج معين حاطي له رمز مختصر. مثلا اللي عنده بلادر كانسر سرطان بالمثانة، هنا اختصار العلاج مالته MVAC الأم للميثوتريكسيت والفي للفينبلاستين والاي للدوكسيروبيسين والسي للسيسبلاتين. زين علاج الكولوركتال كانسر اختصاره FULU، الاف يو للفلورا يوراسيل والال يو لليوكوفرتين. زين علاج اللنج كانسر اختصاره BC الباك لتاكسيل والسي للكاربوبلاتين. للاوفاريان كانسر العلاج اختصاره CHAD اللي هو سايكلوفوسفاميد وهكساميثيل امين وادريامايسين اند دايميندي دايكلورو دايميني دايكلورو بلاتين يام اللي هو سيسبلاتين. زين هاي الادويه شفتوها اسمائها الطويله صعبه، فاحيانا شو يسوون؟ يحطون مختصر الاسم الدواء يعني بالاضافه الى اختصار لمجموعه الادويه، كل دواء له اختصار معين، يعني مثلا الميثوتريكسيت يختصروه MTX، الدوكسيروبيسين اختصاره DOX، الفينبلاستين اختصاره VLB، CDDB هاي اختصار للسيسبلاتين. واكو تيبل خاص للكيموثيرابي تريتمنت لعلاج الستاندرد القياسي والرجمن ايش قد اني انطيه كم مره، شنو هي الاختصارات، كلها موجوده بريفرنس بمصدر وبتيبل خاص. زين نجي هسه امثله على الحسابات مع العلاج الكيميائي. هنا ناطين الرجمن، شفنا ناطين اياه مختصر VC، الفي للفينرابلين والسي للسيسبلاتين، ناطين السايكل لمده 28 يوم، هاي 2 الى 8 يعني انطيه من اليوم الثاني لليوم الثامن. زين هنا نعطينا طريق الإعطاء، نعطينا الجرع، هنا شوفوا الدي فارزة يعني يوم فقط 1 و8 و15 و22. هنا مسألة قايل لي للفينرابلين والسيسبلاتين احسب التوتال الكلية IV دوز، يعني ايش قد مجموع الجرع الاي في اللي اني انطيها خلال السايكل.
المريض يكون 5 FT 11 inches وناطيني الطول مالته وناطيني الوزن 175 pounds. اول شي لو تلاحظون بالسؤال ناطيني شنو؟ ناطيني متر تربيع، يعني ناطيني مساحة سطحية للجسم، واني ناطيني بالمعطيات ناطيني وزن وناطيني طول. من الطول والوزن احنا قلنا نقدر نحسب المساحة السطحية للجسم، اما حسب القانون او حسب النوموغرام. هنا حاسب لكم اياها من النوموغرام، راح اجر خط من الطول اللي هو 175 للوزن اللي هو هم 175، ونقطة التقاطع هي البادي سيرفيس ايريا. شوفوا هنا جارب من الطول الهايت 175 لحد الوزن اللي هي 175، ونقطة التقاطع هي شقد؟ هي 2، هي هاي البادي سيرفيس ايريا. هسه طلعت البادي سيرفيس ايريا هي 2 متر تربيع. زين اني بالسؤال حتى احسب الجرعة الكلية هو ناطيني جرعة متر تربيع واحد، هذا المريض 2 متر تربيع، فهم لازم وسطين بطرفين حتى اطلع الجرعة الاثنين متر تربيع، فراح تنضرب هاي 25 والمئة ملي غرام مال متر تربيع واحد تنضرب في 2، يعني اذا هو المتر الواحد ياخذ 25، اذا مترتين يعني ياخذ 50. زين هاي 50 مال يوم واحد هو يريد مال سايكل كلها، اجي اباوع على ايام السايكل ياخذ باليوم الاول والثامن وال15 وال22 ياخذها الاربعة ايام، يعني اذا باليوم الواحد ياخذ 50 اذا مال اربعة ايام شقد؟ 200، اضرب ال50 في 4 شقد؟ تطلع لي 200، بينما السيستبلاتين هو ياخذها يوم واحد فقط، فهاي المية اذا متر تربيع واحد، اذا مترين يعني 200، وهاي ال200 يوم واحد، ف200 في واحد يطلع لي 200 ملي غرام. اذا اول شي استعين بالوزن وبالطول حتى اطلع المساحة السطحية للجسم، ثاني شي من المساحة السطحية للجسم احسب جرعته مالك اليوم الواحد، ثالث شي اشوف عدد الايام اللي ياخذها واضرب في عدد الايام واطلع النتيجة. نجي هسه هنا بالكلينيكال ترايل للسبروفلاكساسين، مسألة قايل للبيدياتريك بيشنت ياخذ 6 إلى 10 ملي غرامات، يعني هذا رانج، فمرة أعوض الستة مرة أعوض العشرة، الكل كيلو غرام ياخذها آي في كل 8 ساعات، بعد ذلك آي في يعني كان ياخذ أوبر، حول وين؟ حول دواء ياخذه أورال عن طريق الفم، قام ياخذ 10 إلى 20 ملي غرام الكل كيلو غرام كل 12 ساعة. احسب الرانج ما توتال ديلي اماونت الكمية الكلية اللي ياخذها باليوم، مرة للاي في والنوب للاورال ووزنه 40 باوند. اول شي سجل المعطيات، طفل وزنه 40 باوند، الجرعة كان ياخذها كل 8 ساعات يعني 3 مرات باليوم، النوب كل 12 ساعة يعني مرتين، وسجل الجرعة وكم الغرام الكل كيلو وسجل المطلب. هاي الطريقة الصحيحة انه اني اكتب المعطيات، وين ما مسألة شوفوها شلون داخل بالنقطة الخامسة، وين المعطيات مختصرة باربع اسطر واضحة. نجي هسه من اشوف على المعطيات، هذا وزنه بالباوند والجرعة بالكيلوغرام، فشي طبيعي لازم اني احول الباوند للكيلوغرام، اقسم على 2.2 وحولته للكيلوغرام، لان احنا قلنا الكيلوغرام الواحد هو 2.2 باوند. زين يابا هذولا يطون 6 ملي غرامات للكيلوغرام الواحد، زين هذا 18 كيلو، كم كيلوغرام كم ملي غرام انطيه؟ اضرب وسطين بطرفين طالع لي اعطيه 109.1 ملي غرام. زين هاي هو يريد التوتال مال يوم كله، هاي 109 اعطيها مرة واحدة، زين هو جاي ياخذ 109 3 مرات باليوم كل 8 ساعات، لازم اضربها في 3 حتى اطلع الكلية، يعني اطلع مات الصبح ياخذ 109 والظهر 109 وبالليل 109، فذني من اضربهم في 3 اطلع جرعة اليوم كله. زين هو يريد من عندي رانج، فمرة عوضنا الستة نجي نعوض العشرة، هم نفس الشي، اذا هو 10 ملي غرام بالكيلو غرام الواحد، اذا 18 كيلو كم ملي غرام؟ اضرب وسطين بطرفين واعوض واقسم على معامل اكس، هنا معامل اكس واحد اللي هي علامة استفهام هي اكس، يطلع على 181.8 ملي غرام. هاي جاي تنوخذ مرة واحدة، انا 3 مرات جاي اخذه كل 8 ساعات، فهم اضربه في 3
اطلع النتيجه، وهن النتيجتين ذني عباره عن رانج هذا للاي في. نجي هسه على اليمن، نجي على الاورال اللي هو 10 إلى 20، نفس الشيء. يابا هذا جاي ياخذ 10 ملغرامات لكل كيلوغرام، اذا هو 18.18 كيلو كم ملغرام جاي ياخذ؟ اطلع بس هنا انا ضارب في 2، ليش؟ لان هنا ياخذها كل 12 ساعه، يعني ياخذها مرتين باليوم، فضاربها في 2 ومطلع لي الجرعه اللي ياخذها باليوم كلها ايش قد. النب معوض الرقم الثاني لان قلنا رانج، فمره اعوض الرقم الاول مره اعوض الرقم الثاني، نفس الشيء ياخذ 20 ملغرام لكل كيلو، واذا هو 18 كيلو ايش قد ياخذ؟ اضرب ال 18 في 20 يطلع لي 363 ملغرام. هاي مرة واحدة، يعني مرتين ياخذها، يعني اضربها في 2 واطلع الرانج. زين هنا انا جيمي عمره 8 سنوات، ناطيني وزنه بالباوند، وشوفوا ناطيني الجرعة وين بالكيلوغرام. انا شيء طبيعي الباوند احوله الى كيلوغرام. ام اف تي الام اختصار الى ميكس، يعني لان هو سسبنشن، السسبنشن نحله بماي ونمزجة. اف تي هو let it be made، يعني اني هذا المزجته وصنعته بجرعة 5 مليليتر. هنا ايش قد ننطي؟ ننطي 5 مليلترات بي اي دي، معناها مرتين باليوم في 10 دقايق، يعني لمدة 10 ايام مرتين باليوم قاعد ننطي 5 مليلتر. زين المطلب الاول يريد مني كم ملغرام جاي ياخذ المريض؟ احنا ننطي 7.5 ملغرام للكيلو الواحد. خلينا نشوف هذا كم كيلو المريض. اول شي لازم احول الباوند الى كيلوغرام، فثمانية وثمانين تقسيم 2.2 يطلع لي 40 كيلوغرام. فاذا هو احنا ننطي 7.5 ملغرام للكيلوغرام الواحد، اذا كان هذا 40 كيلوغرام ايش قد اعطي؟ هم وسطين بطرفين، 40 × 7.5 × 1 راح يطلع لي ياخذ 300 ملغرام باليوم الواحد. زين هو جاي ياخذ هاي ال 300 مالت يوم كامل حسب القانون، هاي الكمية للدي، بس هو ايش قاعد ياخذها؟ بي اي دي مرتين باليوم، يعني اقسمها على 2، مثلا الصبح جاي ياخذ 150 وبالليل جاي ياخذ ايش قد؟ جاي ياخذ 150. تمام لهنا، لان هنا ايش يريد؟ ريسيف بير داز، يريد الكمية اللي ياخذها بكل جرعة، ما يريد كمية يوم كامل. ال 300 اللي انا طلعتها هاي مال يوم كامل. اذا اريد مال كل جرعه، اول شيء خليني اشوف هو كم مره، اذا ياخذها 3 مرات باليوم، هاي ال 300 لازم تتقسم على 3، 100 الصبح 100 الظهر 100 بالليل. اذا ياخذها مرتين يعني تتقسم على 2، مثلا 150 الصبح 150 بالليل. زين نجي على اليمن، المطلب الثاني شي يريد؟ يريد عدد المليليترات اللي لازم احضرها واصرفها. خلينا نشوف احنا جاي ننطي 5 مليلترات مرتين باليوم، يعني باليوم الواحد جاي ايش قد اعطي؟ اعطي 10 مليلترات. زين هو لمدة 10 ايام جاي ياخذها، وكل يومية 10، يعني 10 × 10 100 مليلتر اني لازم احضر. زين نجي هسه على اليمن على المطلب الثالث، اذا كان متوفر على شكل حباية ام 250 ملغرام، كم حباية احنا راح ننطي حتى نوفي الوصفة؟ أبوع على حساباتي خل أشوف هو كم ملغرام كمجموع كلي يحتاج، وأحول هاي الملغرامات إلى حباية. هو جاي ياخذ 300 ملغرام باليوم الواحد، يعني باليوم يحتاج حباية وشوية، لأن الحباية 250. زين هو يستمر لازم 10 أيام، يعني بهاي العشرة أيام جاي ياخذ 3000 ملغرام. كم حباية أم 250 تعطيني 3000 ملغرام؟ أقسم هاي 3000 ملغرام على 250 راح يطلع لي 12 حباية. نعيد، هو باليوم يحتاج 300 ملغرام، بالعشرة أيام يعني 3000 ملغرام ماخذ. الحباية الوحدة 250، كم حباية تطيني لثلاثة آلاف ملغرام اللي يحتاجها؟ أقسم لثلاثة آلاف على 250 تطلع لي 12 حباية. زين نجي هنا، أنا ناطيني 3 agent does regimen
هنا أنا هم مختصرة FAD لعلاج المايلوما يشمل لفلونج دراج تنوخذ خلال هاي الأدوية خلال شقد 28 يوم. أول دواء هو الفينكريستين ياخذ 0.4 ملي غرام لكل يوم. هنا من اليوم الأول إلى اليوم الرابع الداش معناها إلى. ثاني شي شعدي الدوكسيريوبيسين 9 ملي غرامات لكل متر تربيع لكل يوم. ياخذها من اليوم الاول لليوم الرابع، بس الدكساميثازون مو بس من ياخذها من اليوم الاول الى اليوم الرابع، ومن اليوم التاسع لليوم 12، ومن يوم 17 الى يوم 20، يعني 4 ايام، انه بعد فتره ياخذها لمده 4 ايام، انه بعد فتره ياخذها لمده 4 ايام، يعني المجموع الكلي 12 يوم يضل ياخذ 40 ملي غرام بالدي الواحد. ايش طالب من عندي؟ احسب التوتال كوانتيتي اوف ايتش دراج، الكمية الكلية للدواء اللي يعطيناه خلال الكورس كله. المريض البادي سيرفيس ايريا مالته 1.65 متر تربيع، وين تفيدني البادي سيرفيس ايريا؟ فقط بالدواء الثاني، لان نعطيني الجرعة حسب البادي سيرفيس ايريا، بس بالدواء الاول نعطيني اياه كل يوم. ايش قايل لي؟ قايل لي هذا المريض ياخذ 0.4 ملي غرام بيوم واحد. زين، اذا جاء ياخذهن 4 ايام، اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، ايش قد الجرعه؟ اضرب البوينت 4 في 4 ايام يطلع لي 1.6 ملي غرام. هسه طلعنا الدواء الاول، نجي على الدواء الثاني، ياخذ 9 ملي غرامات للمتر تربيع الواحد. يابا هذا مو متر تربيع، هذا 1.6 متر تربيع. هنا أنا أسوي نسبة وتناسب، إذا أنا أنطي 9 ملي غرامات للمتر تربيع الواحد، إذا هذا 0.65 متر تربيع كم ملي غرام؟ أضرب وسطين بطرفين وأقسم على معامل إكس اللي هنا علامة استفهام اللي هي 1 متر تربيع، راح يطلع ياخذ 14.85 ملي غرام لليوم الواحد. زين، أنا ما أريد اليوم الواحد، هذا المريض قاعد ياخذه من اليوم الأول إلى اليوم الرابع، يعني جاي ياخذه 4 أيام، وهاي الجرعة مات يوم واحد فقط، فأضربه في 4 راح تطلع لي الجرعة مالت شقد مال 4 أيام. نجي على الدواء الأخير، هذا الدواء الأخير باليوم الواحد هو ياخذ 40، بس هذا جاي ياخذ لمدة 12 يوم، من اليوم الواحد لليوم الرابع، ومن اليوم التاسع إلى اليوم 12، ومن يوم 17 إلى يوم 20، 4 و4 و4 لمدة 12 يوم. فأقول يابا إذا هذا المريض ياخذ 40 ملي غرام باليوم الواحد، إذا ب 12 يوم إيش قد ياخذ إكس؟ وأضرب وسطين بطرفين، 40 ملي غرام في 12 مقسومة على 1 اللي هي معامل إكس، راح يطلع 480 ملي غرام من الدكساميثازون ياخذ هذا المريض كمجموع كلي بهاي 12 يوم. لهنا نكون كملنا المحاضرة مالتنا.